دايزي ويل برينتر انصنعت 1970، يعني عمرها حاليا 53 سنة. وبالصدفة رحت على دائرة حكومية شفت شخص بيستخدمها. من الطابعات القديمة جدا، واستغربت انها لسه موجودة اصلا. تشتغل هاي الطابعة بمبدأ الضرب او الصدمة، يعني بس يكبس على اي حرف بيطلع الحرف المحفور على عمود حديد وبيضرب شريط حبر بيكون موجود بين الحرف والورقة. طبعا لما يخلص السطر لازم يحرك الورقة بشكل يدوي حتى ينزل السطر. ومشكلتها اي خطأ املائي لازم يعيد الورقة من اول وجديد. اذا اول مرة بتشوفها اعمل لايك سبسكرايب للقناة واعمل شير تعمل خير. يعطيكم الف عافية. Thank you.